يا حبيبنا يعني في الموتر اطلع ابغاك اطلع. طيب طف المحرك وانزل من الموتر الان. عطني ثبات. لا لا انزل معك والله. ما توقعت الموضوع سريع كذا. ما بدانا يا عيال تونا. بسم الله جراند الحياه الواقعيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد غياب شهور كثيره عن اخر مقطع لجراند الحياه الواقعيه، اليوم عزيزي المشاهد بتشوفون مقطع دسم. اليوم يا جماعه الخير حاب اقول لكم نسويه عاده من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير. جراند رجعت، تبونا نكمل عليها زيادة علمونا ومن عيوني، تراني أبثها تحت برابط نونو لايف، تعالوا تابعونا هناك. أبي أترككم مع المقطع الآن لكن أبي أنوه على شيء يا جماعة. الفكرة بكل اختصار أن أنا عندي شخصية اللي هي شرطي، لكن تعرفت على شباب وصار اللي صار، والشرطي اللي كان ماشي سيدة ويجيب العيد صار يجيب العيد زيادة. المهم اذا تبون جراند زياده يا جماعه علموني تحت بالكومنتات ولا تنسى اللايك، والله هذا الشيء اللي بيعلمني انك تبغاها. وفي الختام حاب انوه ترى التيشيرتات S6B اللي انا لابسها موجوده في المتجر، الرابط تحت، والبلوفرات باذن الله اسبوع بالكثير وتوصل. شاهدة ممتعة، جهز المسليات والمفرحات لان تعريق مع ضحك اجتمعوا في مقطع واحد. الله يعطيكم العافيه ولا تنسون S6B فورتنايت. صلوا على النبي. السلام عليكم. يا وش صار يا طويل العمر؟ ما دريت الا انا في المستشفى. ايوه سمحت واللبس تبعني يا ولا نعم تم ترقيتي الى محقق. محقق؟ نعم. سجل خروجك. ايوه سجل خروجك. ايوه الحين سجل دخولك. سويت وسوي زي كذا مره ثانيه. سجل دخولك سوي زي كذا عشان يثبت. سويت. ها طلع اليو لازم كابيتال. ايوه ممتاز ضبط. سويه حين 505. طيب كيف اشوف انا؟ ابغى اشوف زملائي. يلا 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 بدخل الراديو. اصبر بس باخذ لي دروع وعين من الله خير. عطنا 50 درع. ما اقدر 50 10. طيب يلا ها ليه ما اقدر اخذ درع؟ يونت تشارلي السلام عليكم. السلام عليكم. انت بوت؟ انت بوت. يلا معليش. نعم يا اوه حيا كيف حالك حبيبي؟ خلاص ما ابغى انصرف يا يعطيك العافيه. شكرا لك. كيف دقت حيا يا جندي اول؟ شكرا لك. انا بخش الراديو. شو رتبتك؟ اندر كفر. سلام كفر. وجع. تسجيل دخول يونت 505. شوفوا يونت 505 توجيهاتك مركز العمليات. توجه للتنين في الحديقه العامه. يقول زريفه الحين هم زارفين بنك صح؟ طيب وين البنك؟ هلا مرحبا انت صديقي. انت تشارلي كرر. ايه ايه اي والله اني دريت. وين البنك؟ راح تستلم البنك. الله يدنك ضايع. اي هذا البنك يمين 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 حقهم من حقهم. يكونوا الان في حاره تناين. بالغلط بالغلط. الحديقة ورا. طيب اصبر ما صار طفى ثواني. مساعد 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 مساعد. يلا يلا عندنا 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 عندنا, عندنا زرفة بنك. لازم ابيض وجهي. لازم ابيض وجهي قدامهم. متى يبدا السباق؟ وش المطاردة؟ ما في مطاردة مو سباق الله لا يهين. اي بس يعني نفس الشيء. ما شاء الله ملازم اول ولا جندي؟ لواء. لواء؟ نعم. شكله صيد هذا اللي تو. انا السكن صح؟ ظلمي كلهم طلعوا راح يستلم السلام الرهاين. انا السكن. طيب شو اسوي؟ ما معي سلاح، ما معي درع، ما حطيت دروعي، ما لبست دروعي، بموت بموت. ما لبست دروعي، ما كليت، ما لبست دروعي. اطلع معاه، شكل سيارتهم سريعه يا عيال. الشرف الثاني حتى في الحالة حتى الموقف. متجهين لبوليتو الان. ساندي. ساندي. موقع الان دخل يمين ام نزل على يمين مره اخرى؟ الشخص امامي الان متجه لبوليتو. لا 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 اصبر ما اعرف الف بسرعه. الله يلعن ابليسكم. الشخص قلبها حواري يا جماعه الخير. هذا يمين. الشخص انقلب. وجع الله يوجعك. لا لا ما قالوا لي ما قالوا لي ما قالوا لي. انا باقي شخص باقي شخص. انا مت. والله انهم طرحوهم بس انا مت. يا انا ذبحت تحت تكفون. انا بالزرع. اوه انا بالزرع. اوه انا بالزرع.
انا بالزرع سوان مسقط يونت 505 كل المطار ده مسقط يونت 505 كل مط ما انا بالزرع اقسم بالله لو معي زرع يا عيال يمكن اترقع الحين اصير وعندك دام طيب عندك دام سادي تنفضل المدير لو تشوف حالته ذا ما ادري جديده ذي ما ادري مغمى عليه ويمديه قايم عرفت فما ادري ما ادري بسجلها هذه حاله غريبه دقيقه بس حاله غريبه يا بصحيح والله لو اقوم ودنا بالله القسم الله يطول بعمره لا الله يعزك الله يعزك والله شفتك اي والله اني حسيت لا معي اثنين رهان الحين باخذ منهم رشوه وبجيك وينك انت وين بطني طيب عندي اثنين شوف دول تعرفهم تعال شوف والله كله يجي عند السجان هاي تعرفهم شفتك ياكلك عكيلي واحد هندي واحد جيزاني الله تعرفهم عندهم يدفعون يدفعون روح والله القسم من اللي يدفع اي واحد خلاص يلا خلاص ادخل هو شويه هذا اخو ناصر البرماوي اخو ناصر كذاب يا حبيبي بالله يعطني البرماوي هذا اللي عندك لا تهرب تعال لا تهرب تعال 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 لا تهرب تعال تعال بطلق عليك والله يا برماوي بطلق عليك بطلق برماوي وقف برماوي وقف نصيحه على اخوك كلبشه قلت لك احسن لك والله اني كنت بخدمك بس الحركه هذه انا اوريك يلا انا بعطيك محكوميتك جاهز محكوميتك 400 شهر شفتك شفتك والله والله احضر اصبر اصبر 400 شهر لا 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 احضر حط 35000 طيب خلاص سرقت مصرف قتل امد اصابه عسكري خلاص طيب وقف يلا بنروح الحين رحله انت ايش اقرب لك ناصر النعمي ما حد يا حضرة ال شو اسمه هذا الحين؟ شو اسمه؟ شو اسم الراعي الخنجر هذا بقول ما في اسمه؟ أبو قتادة أبو قتادة سلام عليكم بالغلط 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 معلش مدي يدك على مهام يعني انت وش تبون انت وش تبون؟ إيه ما ما يا حضرة الشريف شل ذولي وادخل الله يهينك لا لا طيب الشريف معاك؟ هذولي معاك؟ الشريف ما إيه ما شاء الله تبارك الله والشريف وش يبغى؟ هذا قاط معنا يا اخوي حاط شريف انا عندي بس تحقيق بحق معاه مبرد اسمع ما شاء الله تبارك الله اصبر خلنا نبعد اول شيء ماني معاي عشان افهم بس معك يا طويل العمر المواطن زياد الفواز زياد الفواز اها معك المواطن نجسهم قواندر معك المواطن ان شاء الله طيب انزلوا كلكم يعني اتمنى يعني ليس امرا لكن طلبا الكل يدق تحيه الان بسرعه تمر انتم مع المحقق نعم نعم يعني صرع تحية تحية يا هذا يلا خدمة السلام عليكم مقلب مقلب يا جماعة مقلب ايش فيكم مقلبكم تفضلوا تفضلوا طيب انتوا وش وظائفكم بس عشان اعرفكم ونتعرف على بعض احنا مواطنين صالحين ما ورانا اي شيء اها ما قد نفر ايه انا اشتغل ببرشة يا طويل العمر صالحين صرت اشتغل بالموارد ايه زبال اللي لا لا او عاد تصدق اني كنت شغال في البلدية انا انت في اي قسم في زبالة انت في بوليتو ولا زبالة ساندي 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 اي والله اعرفهم حقين ساندي انا شايف كذا شايفك انا بعد شيل زباله مره كنا على اربط الحزمه يا جماعه ترى السواقه طين وش رتبتك يا حضره معك معك لواء المحقق سويح القحطاني لواء ايوه سالم لواء اي نعم لواء معكم اللواء سويح القحطاني براك دقيت تحيه للرئيس القبالي قبل شوي من هو رئيس القبالي قبل شوي هذا خوي الوالد هو خوي الوالد فانا احترمه يعني الله يطول بعمره شباب اللي ما يدري هذا زياد كان شرطي سابقا في شخصيه ثانيه لكنه انفصل الان جاء عندي وجمع الخمه معاه الدشر فأنا بضبطهم تضبيط خفيف والله يستر إن شاء الله أني ما أصاد ولا يعني أدب طيب وين تبون الآن؟ اسمعني أبيك تطلع موتر من الحجز وين مكانه؟ لحظة عرفنا باسمك معاك 6.8 إيه. أوكي اسمك كذا الأخ كورفت شنو لي 6.8 اسمك انزل 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 لا 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 أتصر معاك خلاص اركب وين مكان التحديد؟ وليش موترك تصادر؟ والله يعني تصادر للأسف يعني إن ايوه مرمي كذا وصادر اي يعني بس مرمي يلا مو مشكله السلام عليكم السلام مرحبا عليكم السلام ورحمه الله قاعد تسوي بطلع مركبه شخص حتى انا بطلع سيارتي طويل العمر انت موستنج ما شاء الله تبارك موستنج الله نعم. موستنج دقيقه السيستم عندي مليان شوي ايوه حصلتك موستنج نعم بسم الله هذه بس يعني ايوه استاهل خلاص تعال على جنب تعال الدنيا مو كذا الله يطول بعمرك تعال اي مالك
عطني رقمك. ايوه ممتاز. ايه انت كنت ممتاز. هذه الدنيا الله يجزاك. خلينا نعطيك الرقم. تفضل الرقم. ايوه سويه. الان شوف شوف ناظر الصرافة. ناظرها الان احنا بسم الله. هذه كبداية. ما شاء الله تبارك الله. تبون اعطيكم موتري؟ اعطيكم موتري. ثاني. والله تستاهلونه والله العظيم. اذا ما كنت عسكري يعني جيد بقول بنقول لك الصدق. ايه قول الصدق. احنا تقولوا لي الصدق خلينا نشوف. سمعت ممكن تطلع سيارة فيه. قيمة السيارة الواحدة سلامك الله 200 ألف. لا 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 يكسب قيمة سيارتي اللي قيمة سيارتي الشارجر الشارجر حقتي قيمة الشارجر حقتي 200 ألف فهمت؟ تبغى؟ تبغى؟ تعال تعال مطفل مطفل تعال بكلم. أنت وش وظيفتك؟ وظيفتي شو اسمه صحفي. صحفي يعني عندك فلوس؟ عندك 200 ألف؟ عندي 200 ألف تبي؟ يلا هاتها. لا ما في. اها طيب تعال 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 بالله عليك بسم الله. محاولة رشوة الان نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انت رهن الاعتقال من شرطة اس ال بي ال دي. انت رهن الاعتقال و تعال هنا بسرعة اخوكي. طيب انت رهن الاعتقال من شرطة الاس بي دي. ها ايش رايك كلها 200 الف يعني موتر و براحتك الموضوع عندك اذا تبي تروح. يعني ما تنسجل كلام كلب هذا غصب يا ابو. دقيقة طيب ثواني ثواني الحرام المجرم الادخال في الشنطة. لا اجبار الدخول اجبار الدخول. يلا تفضل شاب. نرجع نكمل. ها يا خوي تبغى نوديك معانا ولا بدي هذا ولا هنا موترك يعني. والله والله بعطيك كم تبي. ابغى يلا برايك عطني 100. طيب يلا نسني ابشر بها. يلا ما عليك ما عليك يزهلني يزهلني. بعطيك رقم البنك ايش رايك يا ابو زيد اعطيه. اي عطى البنك بالنوتة. تعال تعال. اها جميل 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 جميل. ما شاء الله عليك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. شنطة سيارة ايش فيك؟ حقيبة اموال. حقيبة اموال. اها اها طيب طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سهرتنا طويلة. اليوم سهرتنا طويلة. اليوم نسهر احنا ان شاء الله مع بعض ركبوا. ابغى مستشفى ما فيه الا الجن تعالج فيه. ودوا ساندي شباب ساندي. ايه بيوصل ساندي عشان يرجع عشان 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 يتعب مره بالموتر بروحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الساحر انا جايك الساحر انا جايك الساحر انا جايك الساحر انا جايك. هروح عند الساحر هروح عند الساحر بيعالجني ببلاش وباخذ 100 ألف وباخذ 100 ألف. ترى ياخذ من اليمين يمين يمين. اسمع يا حضرة عسكري ايش رايك ننزل بدلتك وتسرق معنا؟ وإذا مسكت؟ نعطيك هوية ما عليك. نجي ندبر لك هوية ونا وذا. والله ما هي بشينة تصدق؟ ما يدرون أنت. وأنا ضبطكم بسلحة. لا معنا معنا كل شيء معنا كل شيء. الأجماع الساحر هذا هو اللي يتعالجون عنده الحرامية عشان ما يمسكون من الحكومة. فالحين بنودي عنده. شوفون من شكل شكله. أوه هذا هو. معك فلوس أنت عالجه. ما معي فلوس أنت اللي عالجه. نسب منه ولا وش صار في الحين؟ أنت اللي عالجته يا جسوم. نعم ارفع ايدك ارفع ايدك معك شرطة الاس بي دي واثنين من الناس بسرعة ارفع ايدك. تم القبض عليك من شرطة الاس بي دي بسبب التعاون مع مجرمين ومحاولة رشوة الشرطي. الان تعطيني اسكت كمان تعطيني 100 ألف حقتي. اسمع والله 100 ألف واجد خليني انقص يا ابو المير واعطيك فلوسك ولو جمهوري. 100 ألف كويس انت وافقت عليها. احنا عالجناك. متى وافقت؟ كم سعر كم سعر الساحر هذا؟ دكتور ساحر الدكتور. انا بعطيك 50. لا 50 قليل 50 قليل ابغى 100. 80 ألف لا تناقشني خلاص. 80 مرة مرة. اسمع اسمع 80 ما كلمة زيادة بتصير 100. مكاسر مكاسر خمسة. طيب يلا هات رقمك ولا ودني نتصرف. لا بوديك عن تصرف وعطني اياها كاش. يا سلام. انا بالدوتش. طلع سلاحك عليه شوية بس. تبين نطلع اسلحتنا؟ عسكري عسكري كيف وش الفساد ذا كيف يهددوني قدامك يا ادم؟ هذول اندر كفر كلهم. وقف 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 يلا دخل طوعا. الان ودونا عن صرافه. احمد سجل خروج تراك مراقب. نحتاج نحتاج هويه. كيف كيف تخرج كيف تخرج؟ ابو زيد ابو زيد ابو زيد ابو زيد ابغى اسجل خروج من ذا كيف؟ اي اسمع ما عليك بنضبطك بنسجل خروجك نعطيك هويه. لازم الان هو بيجون. ما عليك ما انت مسجل خروجك بالراديو. لا ما سجل. شوف شوف اسمع شوف الجي بي اس في احد قريب مننا يراقبنا. احد جاينا ولا لا؟ لا لا والله وضعنا رهيب رهيب خلاص رهيب. كيف تسجل؟ يلا كيف تسجل كيف تسجل؟ لازم نروح تروح القسم تسجل خروجك. هلا ها في واحد دق علي اسمه جميل جميل جميل. مين اللي يقول جميل جميل جميل؟
يقول جميل يا جماعه؟ انا اشوف ان انا اشوف انكم تحتاجون رهين اتوقع. انا اقول صدق، انا اقول صدق رهين. اسمع اسمعني اسمعني، رهين بنخل البنك، احنا كلنا اندر كفر. اي صحيح. ففي واحد دق علي اسمه رايد يقول انا بصير ارهابي اذا انت عسكري. رايد رايد مشواح؟ ايه بيجينا بكره. يقول ارهابي. اوه جوي جوي رايد مشواح هذا، اعرفه انا، يصدم كثير. رايد عيال عرفتوه، بيجي جراند. طيب بتسجل خروجك؟ ايه بس خلنا نسحب. هذا هي ها ادري هتدوم في ناس في ناس ساقين في ناس ساقين. يعني ايش يسوي يعني؟ تعال تعال عسكر شنو ايش تسوي؟ انزل من الموتر، انزل من الموتر، شرطة ال اس بي دي، ارفع السلاح سلاح على راسك، انزل من الموتر، انزل من الموتر، انزل من الموتر، شرطة ال اس بي دي الان تتهم القبض عليكم بشرب سرقة بقالة. يا ابو قرون يدك فوق، يدك فوق، يدك فوق، ابعد عنه، يدك فوق، ارفع ايدك. شلوهم 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 كلهم. ما سرقنا يا غالي، ما سرقنا. الحين اشوف، الحين اشوف، ارفعوهم ارفعوهم، خلوهم على جنب. ابو زيد بالله نزل لي هذا، خليه يسحب الفلوس. ودهم ودهم بالكراج هناك لين ما اجي، ودهم بالكراج هناك، ودهم هناك هناك. ابعدهم بس لا يسحب. سرقنا ما سرقنا. يلا اسحب اسحب وحول وبنفكك على طول. سلاح على راسك ها؟ لا تسوي جري، نصيحة. تراني مدرع. تراني مدرع وقحطاني. مدرع وقحطاني، انتبه انتبه. قحطاني. اي قحطاني. انت قحطاني. انا قحطاني. ما قلت لي من اول. يلا 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 ابن عمي فكني طاق البك. ما قلت لي والله انت روح روح وخذ ضربك خبر، روح روح ضربك خبر. هي ما نحتاج ما نحتاج. روح روح بيض الله وجهك، روح روح روح. هذا صدق ذا، انت صدقت الله يطول بعمرك. ايش فيك يا ابوي نمزح معك؟ تعال بس تعال اقول جيب 85000 حقك يخلص بس. وش ايش بتسوي؟ طلعت والله خفيف. انزل ولد، والله ما معي الا 35000، اقسم بايات الله ما معي الا. لا اله الا الله. هاتها هاتها كلها، هاتها كلها. اسمع اسمع اسمع، لا في في لا لازم اقول لك شيء تسويه. ها لازم تعال تعال هذا تعال تعال، هو انصرف الحاله. اسحب عليه اسحب عليه اسحب عليه، ما عندنا بنطلع فلوس اكثر. طيب خليك على جنب ثواني شوي، وجهك اتحرك. اصبر اصبر، لا تحرك لا تحرك، اتحرك ذا. تعال تعال، لا لازم لازم نضربه على راسه وروح نصحيه عشان ينسى كل هود. يلا 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 سوا سوا سوا. يلا يلا تعال. اسمع انا الان بنضربك على راسك. طيب ناظر ناظر قدام. خلاص خلاص والله اني ما شفت شيء، والله ما شفت شيء. خلاص يلا يلا ابو زيد بسرعه، ابو زيد طلع راس، طلع قدام، طلع قدام بسرعه، طلع قدام. ما شفت شيء انا، ما شفت. الله اكبر. خلاص اضرك من يا عيال، احسني جبت العيد انا يا عيال. اركب موتري واسحب الشباب ذول. طيب ركزوا معايا الان، بنروح ناخذ هذا اللي ضربته على راسه عشان ينسى كل شيء ووديه المستشفى نعالجه. بعدين نقول له انت لقيناك طايح وعالجناك، وهو الحين مقهور. انا داري انه هو الحين مقهور. بعدها ايش بنسوي؟ بعدها الله اكبر ولله الحمد. بنروح سجل خروجك. ايوه ونعطيك هويه. انك حطاني والله ما يطوعني قلب. ما عليك ما عليك، ولكن بينكب بعدين. لا لا ان شاء الله ما ينكب. الاثنين اللي يلا يا رب يقوم بسرعه. لا 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 ما يرقصون ما يرقصون، مريض مريض. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتك، الحمد لله على سلامتك. صح 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 صح. سلامات سلامات، ما تشوف شر. ترافيا ترافيا. احنا سلمك الله، لقيناك طايح وممسوك من عصابة ملعونة جدف. واللهم لك الحمد قدرنا نمسك نوديك المستشفى. هذه وردة من رجال تستاهل. الله يبيض وجهك. أنت عسكري؟ ما أدري إيش قاعد تقول أنت، صوتك نعم. احنا نقدمك. ما نسمع ألو؟ ها؟ يلا يلا بطلع الحين. لا 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 تفكهم لا تفكهم. كم كم ببيعها؟ كم ببيعها؟ مبيع ايش يا عيال؟ بنجيك بنجيك هويه ب 100000 يا ساتر. والله لو انها هويه تسوي حلقه حطاني. سلامات. طيب انزل سجل خروج. الله سوي حلقه حطاني يا عمي، روح روح سجل خروج. انزل سجل خروج بنجيك. يلا يلا بنجيك. روح لا العب فيك سنه، روح. ها ها ها، انت رهن الاعتقال من شرطه ال اس بي دي. ارفع يدك انت الان، رهن الاعتقال بسم الله. انا سجل دخول بالراديو بس عشان اسوي تعميم. ايش فيك خيي؟ تلعب فيني سله؟ ورب الكعبه تغشمر. انا الحين اوريك السله داخل الزنزانه، هنا اعرف لك واحده. ورب الكعبه تغشمر خيي، ايش السالفه؟ طيب وقف هنا. حمزه حمزه طيب ابو مطلق امزح. طيب اسمع بنزلك الان، ابغاك تعطيني قسم قسم قسم. هذه ها، ردد وراي. قولها كامل وراح ارد. طيب ردد وراي. اعاهد حبيبي، قولها كامل. اقسم بالله انني لن اغدر فيك يا سويح القحطاني. والله العظيم ماني غادر فيك يا سويح القحطاني. وايضا لن تنسى فضلي عليك. لا هني اهدى خيي شوي. يعني انا مالي فضل عليك. صح صح معاي. شنو اللي فضلي؟ فضلي عليك انك الان بالقسم وفي شرطي فوق ما طلعتك عنده بسرعه. ردد انت ايش سويت؟
انقذتك من الشرطي اللي فوق. اي شرطي؟ انا ايش سويت؟ ما علي تهمه. الا عليك تهمه قبل شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونت مع احد الشرطه وجرك وطلعت صدق خاين، وقمت تلحق طول الوقت تسمع كلامه وتاكد انك خاين، وقاعد تخطط على زرفه بنك الان، وحاولت انك تهرب واحد وخليته من المستشفى، وهذه كلها تقريبا فيها 500 شهر مع اعدام. ابي اكلم واحد من الشباب. اها. انت ابي اقول له ايش قاعد يصير معاي. طيب بسم الله، وين الراديو حقي؟ وراس امي يا ابن الحلال، ماني مسوي شيء قسما بالله. يلا ها، ورب الكعبه ماني مسوي شيء. طيب ابيك تقول لن انسى فضلي عليك. اي فضل يا ابني؟ طيب بسم الله. لا خلاص، تسجيل دخول يونت 505. لن انسى فضلك يا ابن الحلال، وانت ايوه. يا سلام يا سلام يا سلام. طيب عندي مكالمه، ثواني. وينك سريع؟ ضبطناك. وينك؟ انا الان طالع مع الرجال الطيب هذا اللي ما مستحيل ينسى فضلي عليه. وينكم انتم؟ طيب تعالوا عند المحطه نفسها اللي كنا فيها. اوكي يلا طلعت حقت الشهور كلها اللي فاتت. انت حلف ما تغدر فيني ابدا، وما تقلل من احترامي، وما تسوي اي شيء. ما اقلل من احترامك يا ابن الحلال، كانك يلا. موظف رايديز. يلا. ما شاء الله خفيف دم بعد. تسجل دخولي 505. لا. ابي اغير ملابسي، ابي اغير ملابسي. طيب الان في حاجه ماني عجبتني. اني اسرق معاهم لازم اكلم زياد. ما ينفع اسرق معاهم يا عيال. لان انا اتكلمني. اوكي جاهز. يلا مشينا. يلا اسمع. طيب عيال، بالنسبه للشعر حقي ما هو بنكبه. الحين بنوديك. بعدين مو بالحين. اسمع. تعال. طيب اسمع تعال بكلمك ابو زيد. صراحه تعال. الحين يا اخي اني ادخل معكم بالسرقه، وانا وظيفتي اصليه عسكري نكبه يا اخي. لا ما يدرون. ما عندك هويه؟ عندك شيء؟ اذا مسكوني بحطك. اذا مسكوني ما يدرون. ما يدرون. شوف بتعطيني هويه. يلا بعطيك هويه. اوكي ممتاز كذا، مره ممتاز. ترى معنا اربع رهاين، ما صارت معنا. طيب اسمع، لازم تروح شقتك. ما عندي شقه. يا ساتر، ما عندك شقه؟ مستحيل. ما اعرف معي، بس ما ادري شلون. اي بالصوت ما راح يعرفوني من الصوت يا عيال. لا الصوت لا ما يحكمون عليه. صح، ما يحكمون. اوكي مره طيب. ممتاز. بتروح شقتك. ما ادري وين شقتك انت اول ما بديت، وين حطيت؟ طيب اصبر الان عندي الجندي هذه ازبنها واشتري فيها، حط فيها اغراض. صح كل شيء. طيب يلا. طيب ابغى شقه. وين شقتي؟ طيب الشرطه شقتك ولا المستشفى؟ اتوقع انه عند المستشفى اتوقع. طيب حلو، بنروح نحطك هناك، تحط كل اغراضك. تمام. كل الدروع والذا بتخلي بس لاحق. اوكي تمام فهمت عشان ما يدرون. يلا تمشي. الدروع المقوى، احنا بنعطيك دروع. مشيت. فهمت ايش بيصير الحين؟ انا بحط اثباتاتي، واي شيء يثبت اني شرطي، ابغيره، وانزل الدرع المقوى هذا، وانزل كل شيء عندي. عيال فاهمين؟ احمد اذا مسكت اعطيه وضعيه الاندر كفر. ايوه يا هادي. انا اليوم شفت الله يستر على هذول، مو بسوحات. تاج السوم دائما يزرف بنك، مو بسوح. زياد صار معرق. الاخير اللي معاهم ذاك ما اعرف وضعه، بس اكيد انه معرق. السوم معرق جراند، هذا زياد صار معرق شوي يعني. انا سوح، لكن انا وسيلتهم الوحيده ان اذا مسكنا اطلعهم. ايوه 43 40. اوكي 43 40. راديو لخله، كلبشه خلها، منظار خلها، الهويه. وينك يا وينك؟ احنا ورا المصرف. طيب الاغراض اللي خليتها معاي. بطاقتك. اي شيء يخص اللي ادله. فهمتي؟ طيب يعني ما بخلي معايا الا الفرد والاكل واشياء اشياء بسيطه. والهويه اللي اعطيتك. الهويه اللي اعطيتك انت معطيني هويه. شوف يلا حتى الايباد اللي معاك. الايباد كل شيء نزله. شيء ثاني على احطه. انا جايكم، خلصت. يلا انت بقى شيء يا جماعه. بقى شيء يا جماعه، سريع بنبي بنزين ونصلح ونجيكم. ادخل المصرف. ادخل عند المصرف. وين المصرف؟ وين اجي؟ اوه هذا، احنا هنا جنب العالم. مشكله. يلا ما عليك. ايوه يسعد امكم. تعالوا في ناس. نزل هاين. اهلين اهلين وسهلين ومرحبتين. راح ابلش سامين. لا تنتكر. ما شاء الله. راح ابلش سامين لا تنتكر. يا عيال يا جماعه اسمعوا يا رهاين، حنا بنعطيكم بعد شوي سكورات وفي بوكس وكل شيء. لا تعلمون. طيب سوسو ما شاء الله. خلاص يمدحون سوسو. اسمع انت تسوي صقر. اسمعني، من يلعب فيكم فورتنايت؟ هم الزاق وخلاص. من يلعب فورتنايت؟ كلكم. طيب انا لا. طيب اسمعوني والله لا اضبطكم ان شاء الله، بس خلوكم مؤدبين. امدحونا قدام العساكر، فهمت؟ واستخدموا السكس بي. خلاص ايوه ما عليكم يا شباب، طلعوا متابعين امور طيبه. خلاص خلوكم هنا، باذن الله اجيب لكم اكل واعطيكم هدايا وكل شيء. فاوض يا اخي، خليه يجي. ما شاء الله تبارك الله. الشرطه
ابو زمالك شوف اسمه ثاني نظر يمينك نظر يسارك ايزي هروب ما شاء الله لا لا بيجون هليكوبتر اعرفهم اعرفهم وين ابو قتادة ابو قتادة اسمع يا ابو ابو خديجة انا اسمي ابو عبد الصمد طيب السلام عليكم اخوي كيف امورك ها اقول كيف امورك اخوي انت من انت معك لافاجار سم تعرفني شيء ما ادري انت المفاوض ايوه ايوه عرفتك انت المفاوض معاك ابو عبد الصمد اهلين وسهلين يا اياك الله لكن ممكن اعرف يعني طب تعرف كم احنا واحد احنا كم واحد احنا خمسه زارفين واربع رهاين معانا اربع رهاين نعم في كابتن امريكي قاعد يهدد هور هنا طيب ايوه اي معلومات تبغى على طول بعلمك طلباتك طيب طلباتي سلمك الله ابغى اقول لك اول حاجه اسمعني طلباتي بلا ثواني بشوف طلباتي بجد يا جماعه هذا بيجيب هليكوبترات وبيزق بوم الدنيا ما دام هو جاء هذا ما غيره نفسه اسمعوني انا عندي اربع طلبات عطنا فلوس طيب روح انا اسمي ابو خروج من غيره كوبتر يا عيال تصليح واذا انقلبنا هليكوبتر ايه ابغى دقي تحيه لا لا خلاص طلبه الله الله ابغى طلبه بقول اذكرك طلباتي الان اتمنى يعني انك تسمعني طيب عندي اربع طلبات نعم سم الطلب الاول سلامك الله خروج جامن على المرسيدس اللي علي سارك ممتاز هذا واحد رقم اثنين ايش رقم اثنين يا ابو عبد اليحيى رقم اثنين تصليح نصلح ايه تصليح الله يطول بعمرك رقم اثنين رقم ثلاثة وش قلت لي بالله رقم ثلاثة؟ ثلاثة اذا انقلبنا تعدونا ايه اذا انقلبنا تعدونا يعني اذا ما عليكم مرة انقلبنا سمح الله تعدونا ما نبغى نموت ابشروا بها رقم اربعة عاد رقم اربعة ما ودي اثقعك بس ابيك تدق لي تحية نعم افهم من كلامك ايه ادق تحية ايه ابغى تحية نعم ابغاها الان اذا قدرت يعني اللي افهم من كلامك طلبك على حياه الرهينه الرابعه يعني ادق لك تحيه ايوه على الرهينه الرابعه اذا تبغاها تكون ابغى اشوف دق التحيه الان منكم من الطلب لا ان شاء الله انه خفيف منكم من اللي جنبك الثنتين هذولي هنا واحد وهنا واحد تحيه ابغى تحيه جماعيه الله يعطيك العافيه لا هذا طلب واحد التحيه الجماعيه عنوان الطلب عنوان الطلب التحيه الجماعيه عندي اربع رهائن تبغاهم مقلقل طيب اخوي لا ما يصير خاطر كله كل طيب ابو جامه بس ممكن اتاكد اول شيء من حياه الرهائن اكيد 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 تقدر تتفضل تقدر تتفضل اسفرت وين ورد يلا قلت حييه يلا قلت حييه مرحبا ويلا مسهلا بس يعني ترى اسلوبك خوفني شويتين لا ماذا ما خوف لا يلا يا رهاي ايش علمتكم الدرس الاول قولوا له عندي شارتي ترى الدرس الاول 6 بي اكيد 6 بي ها 6 بي ايش لا 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 اكلناكم اكلناكم ايوه لا 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 بزنس لا لا يمزح يمزح تعال طويل العمر ما نبغى جمس اسود ونمزح احنا والله دقيقه بس سم يجونك الحين لا لا مقلب مقلب هاين برضو اي لا 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 هم اللي في المصرف يا طويل العمر لا 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 نمزح والله يا مرحوم ابشر 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 قولوا له احنا سوينا لكم كلونا سوينا كل شيء سمعت بعد شفت طيب اساميكم اساميكم بس ممكن اعرف هل هذه يعني شفره ولا رمز السكس بي عشان ولا ما لك علاقه بالموضوع هذه طول عمرك ماركه ماركه معروفه هذه ماركه عالميه مشهوره نعم 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 عالميه مشهوره نعم 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 كلامهم سليم هذه الماركه يا طويل العمر هاي طول عمر شفتهم خلاص ابشر بالنفذ الله يقويكم بالنفذ نطالبكم تفضل حلوين جايبين هليكوبتر مقفلين الطريق جايبين هليكوبتر ومقفلين الطريق ليش؟ عشان انا اللي زارف قبل شوي اطارد ناس حط لي سيارتين بس ومخليني انا اللي اسوق والطلب الرابع تحيه جماعيه للاشخاص انا انتظر التحيه الجماعيه يا طويل العمر الان طولت يلا يا طويل العمر التحيه الجماعيه راح ننفذ المطلب الرابع الان يلا ننتظره يلا طيب بسبب بروتوكول التمنيه ما في اشخاص ما يقدروا يتحركون مواقعهم اها فاللي قريبين احنا هنا اي مو مشكله تعالوا قدامنا بس قدامنا واحد اثنين ثلاثة استعدوا استعد طول العمر استعد اخلص اخلص ايوه اصبر استريح لين ما اقول لك لا 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 باليسار باليسار دقنا دقين باليسار بسم الله الرحمن الرحيم وين السلاح وين السلاح وين السلاح باليمين
مين يبغى يموت بسرعه؟ مين يبغى يموت؟ اي واحد، اي واحد يبغى يموت؟ بدح لا بدح ثواني والله لا اذبح، لا اذبح لك واحد على الدقه باليسار هذه. اعيد واكرر، ابغى التحيه. الله يرحمه. انا بالكاميرا مطلعها، بالكاميرا مطلعها. ايه دق دق، يلا باليمين ايوه يلا باقي الثانيه. يلا دقه دق التحيه حقتنا. اصبر ايوه يلا استريحوا خلاص، يلا روحوا حبايبي روحوا جيبوا شغلكم. بس هل انتم جاهزين؟ نعم. الشرطه موجود؟ مو موجود. مع سلاح ثقيل ذا. يا عيال ام القهر معاهم بي 5 يا عيال، معاهم بي 5. انا بنجلط. طيب جاهزين انتم؟ ليه اسلحه ثقيله؟ ليه؟ يعني معاهم بي 5، معاهم بي 5 واحنا بفروت، احنا بفروت. انا بفرد. هذا حبي. انا ابي افهم ليش العمليه هذه واستخدم ام بي 5 وفيه هليكوبتر وهذا معاه الشورت وهذيك معاها سنايبر، ليش؟ طيب على العموم الكل جاهز؟ في اتوقع فيه غدره يا شباب، في غدره. طيب اسمعني ابغى افهم الان ليش طلعوا اي كي ام بي 5؟ ابي اتوقع بيدهمون تخشي كذا واحد يتكي، اتوقع والله اعلم. لو انهم بيوزعون كلهم كبوا مواترهم. شوف قاعد يقول جاهزين وهم كلهم ام بي 5 سلامة. طلع سلاح، يعني بيطبون علينا هنا؟ لا لو طلعنا بيطلقون علينا او بيرفعون السلاح ثقيل علينا وما نقدر نسوي شيء. طيب يعني وش الحل؟ وش الحل؟ انا بقعد عند الرهاين، لو غدروا فيكم تفهم واحد واحد. اسمع، بواحد منا بيغامر، واحد منا بيغامر وبيتكي داخل المصرف، اذا ركبنا الموتر ايه كلنا هو يطلع بعدها. خشي لو صارت ايوه، لو صارت غدر قولوا لي في الراديو عشان على طول ايه اقتلهم. يلعن شكلهم لا يغدرون. والله ناويين اشوف كلهم برا. ليش طيب سوينا عشان يسوون كذا والرهاين؟ ما ادري عشان التهيئه شكلها يعني ثقيله. هي يعني ثقيله عليهم. اها لا يا ابن حلال، ما ودي افكر انا شو حتى انت. لا عشان كذا انا اقول لك ما ابغى الان اشوف. ما ودي افكر ابدا. ايوه كويس راح وموترهم. لا امورهم طيبه ان شاء الله. لا الحمد لله. اتهد خروج امن فاهم؟ اي انا اخاف انه خروج امن غدره هذه، لا تغدر فيني وانت توك داق لي تحيه. اها حلو. طيب لا 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 معلش احسبك صرافه، معلش ماشي بغلط. والله جي جي اقسم بالله جي جي. سلام لحظه من هذا؟ وعليكم السلام. بعطيكم شيء تشربكم الامن. تعطينا مشروبات؟ تمام. لا فك ما اسمعك. عندك دخل خارجي رقم واحد، توجهك. تدخل ايش؟ دخل خارجي. كيف؟ عاد انت معني منك تفهمها شيء رجال. لا انا ابغاك توضح لي. ما راح اوضح لك. ترى بطلب طلب خامس تدق لي تحيه. خارجي رقم واحد. رقم اثنين. اسمع ترى اللي اكبر منك تو دق تحيه، ما كلمنا باحترام. لا تسوي ثقيل. لا تسوي فيها كثير. تعال يا تعال. تم اعطاكم شروط وواضح انكم ما راح تستمعون للشروط. تنتو واضح ان في استهتار كبير منكم بالتفاوض وعدم الجديه. تنتو ما شاء الله جايبين معرقين. اشوف انا احنا نبي نوضح في حال الشروط. انكم قاطعتوا في الشروط. لا ما نقاطع حشا وكلا. سمعتوها كامل بشكل يعني. طيب واضح الكلام واضح. قاطعته الشروط ما بنقاطع يلا تكلم. طيب اذا رقم 2 ابى اصورك بس عشان اسجلها. رقم 3 في حال توجهت وش تصليح ثمن خلال ورشه. رقم 4 مالك ولا نقزه. ايه كمل ايش هذا حطلق؟ مين طلق؟ لا ما حطلق ارجع ما حطلق ارجو ما حطلق الكاميرا حقتي فلاش. يا الله يا الله بالغلط طلقت. وقسما بعز الله وجبروت انه بالغلط. وربي يلا اطلع جاهز. بالغلط اقسم بالله انه بالغلط يا عيال بالغلط اصوره. لا اربطه احتمال. يا ويلي يا طيب. ايه يا عيال حلف ان احنا ما نهرب ترى. والله يقول والله العظيم ما تهربون على الحلف. من يسوق يرحم امك زياد. اطلع برا بوليتو ودنا فوق جبل ونزلني بوش. يا زياد نزلني بوش، انا بغير شخصيتي بجي احررلكم. صدقني ما راح نعيش والله. لا ارجع عسكري واطلعكم يا عيال. اسمع زياد اطلع برا روح بوليتو ودنا الجبال. اذا رحنا الجبال وقفني بوش، ابى ادخل في البوش انا وبزبن. بحر ولا بحر كويس. ايوه بحر جاهز.
عندنا خطة الآن زياد، ايش خطتنا؟ خطتنا بخلي الهلي بس ورانا. اي بس الهليكوبتر كيف نفتك منها؟ لا الهلي ناخذها يا عيال. انا اول مرة اشوف ناس يجرفون وما يضبطون خطة يا عيال، وارفع صوتك انت اللي قاعد تقول يا عيال. ما شوف بنضيع المواتر والهلي ناخذ فيهم خط بس. يا عيال معكم باراشوت ولا لا؟ انا من وين معي باراشوت انا؟ والله خلاص خلاص. طيب اوكي اوكي ودنا 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 ما دام الهليكوبتر مين موجود الان؟ الا والله انا موجوده. عاد دراكولا والله ما يخلينا. تبون انفضهم هم هم 1000 انا ما عندي نقطة ايم. عدد الوحدات صار الحين مسموح فيه، شفت كم واحد؟ طيب انا عندي اقتراح يا جماعة، والله اكتشفتكم ما تعرفون تخططون. يا عيال نفقع برا نمسك خط نروح بوليتو. ما اسمه مسرع. اما ورانا 10 كل سيارة فيها قايد مرافق والهيلي قايد مرافق. طيب ايش الخطة الان؟ خلاص ترى انا طالعين عندي برادار، يا طالعين عندي برادار في 3 سيارات ورانا. لا اوكي غمض عيني يعني. يلا خلاص يا ربي فقد يا ربي. ايوه كملوا تحت عادي يا عمري يا عمري. الله يسعدك لك يوميات. كمل 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 امشي امشي كمل كمل لمس تحت يمين تحت يمين تحت يمين. يسار يسار. طيب اسمعوني يا عيال تسمعوني. طيب انا عندي خطه باء، ممكن اقول لكم الخطه الباء، ان اذا مره هجت معانا تنزلوني بوش وتخلوني انا اجيكم كشرطي واطلعكم اذا مسكتوا. والله نطاط اغرب نطاط في الحياه. انقلب انقلب في واحد منهم انقلب بس تزل الثاني ثاني انقلبوا والله انقلبوا انقلبوا والله تقلبوا تقفوا الا موتر واحد ورانا موتر واحد ورانا. شفتوا 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 البيت اللي عند الورشه قدامنا على الخط البيت على اليسار؟ ايوه ايوه ندخله. اذا تعزم الوضع بندخل هناك ونستلمهم عند الدرج. اوكي الاربع حنا انا ما اعرف بس بلحقكم، وترى اني خايس وما معي دروع. حط لي دروع بالشنطه حط لي دروع بالشنطه الله يرضى لي عليك. المكينه حمراء يا زياد المكينه حمراء المكينه حمراء. ما عليك يلا 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 طيبه طيبه يلا تكفى 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 تكفى. عادي عادي مكنت حتى الان ما عاد. طيب انا هذه لو ضبطتها يا عيال صدقوني لو ضبطتها ما بنخلي الا اللي ورانا بس اذا ضبطتها بس. الله ينصرك على الظالمين. مشكلة احنا الظالمين. اكيد ادعيها يوم اني شرطي. لا 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 نسبح ايش اسوي ايش اسوي؟ وين اروح؟ الله ينكبكم وين اروح؟ ما اعرف انا ما اعرف ما اعرف اسبح ما اعرف اسبح. يطلقون علينا ولا ما يطلقون علينا؟ يطلقون علينا ولا ما يطلقون علينا؟ يطلقون علينا ولا ما يطلقون علينا عيال؟ لا لا ما يطلقون نطلع ندخل. قالوا معي وين اروح؟ ما ادري وين اروح ما ادري وين اروح ما ادري وين اروح. وينكم الله لا يوفقكم. ازبن ازبن انت ازبن اهم شيء يا عيال طلبوا طلبوا كلهم مثلي. ارفع يدي ليش؟ طيب ليش؟ طيب ليش ارفع يدي؟ ارفع يدي الحين ارفع يدي انا يا عيال. طلعني من البوش. كيف طلعني من البوش؟ 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 زياد اللقم يا عيال مسكوه. انا لقيت كلها انت. ارفع يدك يا مرحبا. عليك من شرطة الاس بي دي بتهمة سرقة نصب من شرطة محاولة قتل اصابة عسكري. ادل 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 الطريق فكني. افتح الباب. بنقي لي زنزانة. يا جماعة الفستان الاحمر هذا المين؟ يا حبيبنا ايوه حطني قدام فستان احمر ابغى عسكري يوقف قدامي يعني. ابغى حمام حمام يا جماعه حمام بالله ذا ما عليكم امر حمام في حمام هنا او الحمام برا صح
ما في حمام. لا لا هذاك حق العساكر الله يرضى عليك. ما في يعني الا هذا بس. طيب ما راح انت تشيك راح تمسح منك الكلبشه. اي كلبشه؟ انا عندي كلبشه. صحيح. اه طيب الحمام بلا ثواني. ما في الا الحمام رجعت. في حمام. غير صحيح. ما في حمام الا هذا الله يعطيك العافيه. خلاص طيب فك كلبشتي. اه بس بحاشت عشتي. انا بعطيك بعطيك. فك فك بس هذا. يا طويل العمر. فك فك بعطيك بعطيك. غير صحيح ما رح تعطيني. الا بعطيك بعطيك اياه. لا صادر منه السلاح. ما يمديني صادر منه يا عبدو. عبدو. في حمام يا عبدو منه ولا؟ ايه وين الحمام؟ اتوقع انه داخل ذا هنا فيه. ليش الحمام بالله؟ في فرنجي كبر وجهك. ورني اياه ورني اياه. يلا. في حاجة. هذا الفرنجي شوفه قدامي ها. هذا هو الفرنجي. لا لا الله يرضى عليك. لا ايوه هذا هو الفرنجي شوف هذا هو كبر وجهي شوفه قاعد اخلص انا منه. انا راح اشوف ها. ابعد من الباب اطلع من الباب. ابشر ابشر يا عيال كيف احط السلاح على الراس يا عيال يا طويل العمر انصرف انصرف يا يا طويل العمر العموم يا حبيبي تسمعني يا خالد اسمعك اسمعك عندي سؤال اذا بغيت اوقف كيف هذه شوف تعال تعال يا موطة خلصت حاجه قضيتها لا 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 ولا حركه ولا حركه ولا حركه اي شرطي الان بلقاه قدامي بطلق على اللي داخل ابى اطلق عليه ابطلق عليه اعطيتك العلم ما اخذ السلاح ومشكلته ابغى طريق الان ابغى طريق اذا شفت شرطي قدامي والله لا اطلق والله حلفت لا لا تنسانا لا تنسانا اعطيتكم الخبر اي واحد عند الباب ابى احسب خمس ثواني خمس ثواني واطلق واحد اثنين طيب ايش تبي ابغى ابعد ابغى ابغى ما ابغى شرطي قدامي ما ابغى شرطي قدامي ما ابغى شرطي قدامي وخر واحد اثنين ابعد اللي قدامي هذا ابعد اللي قدامي ابعد اللي قدامي والله لا اطلق والله لا اذبح لو اموت بعده ابعد اول شيء بطلبه الان ما ابغى عسكري قدامي كلامي واضح ما ابغى عسكري قدامي لو اشوف عسكري بذبحه والله اول شيء بطلبه خوي اللي بالزاويه ابعد ابعد ظلك اشوفك ابعد ظلك يعني ما تسمع صح تعالي قدامي انت بس انت قدامي كنت تفاوض ما يجي قدامي اللي كنت تفاوض ما يجي قدامي الان ركز معي والذي نفسي بيده والذي رفع السماوات والارض من غير عمد لو اشوف عسكري غيرك قاعد يحاول باي شبهه انه يطلع سلاحه ويجي قدامي اذبحه على طول قاعد اشوفهم طيب الان كل العساكر يصرفون رقم واحد انصرفوا كل العساكر يصرفون جاك الامام من عندي طيب راح يحرك ولا شيء اصبعي على زر على زر الطلقه لو اشوف حاجه تصير طيب. الشبه بطلق طيب طيب الان ركز معي خويي اللي بالزنزانه على اليمين يطلع هذا رقم واحد خويي اللي يتكلم الان يطلع تعطونه موتر اركب معاه اسلمك الرهينه كل اللي معانا يطلعون الان نعم متاكدون طالب نعم متاكدون مطلبي ابغاه يطلع يطلع كلنا تكفى يا طلع عمر ولا حد يبقى برا تكفى يا طلع عمر واذا شفت واحد بذبح اللي معي على طول فابداها من الان لا اشوف عسكري لا تحاول تقاوم لا تطلع سلاحك ضغطه زر واحده اذا انت ما يهمك حياه الشرطي اللي معاك ابذبحه طيب يا طلع عمر تكفى انت عارف وش اللي جالس تسوي الان نعم عارف ايش جالس اسوي ممكن يرجع لك مستقبل نعم عارف نعم عارف انتو ما خذت سلاحي ما صدرتوه هذا السيب ممكن تستهلونه والله العظيم انا اول مره اشوف في المدينه لكن ترى اليميني ترى عليه مؤبد عليه مؤبد ما عليه مؤبد ما طقت خبر انا يطلعون كل اخوياي الان تعطونهم موتر انا اطلع معاهم اشوف عسكري بذبح اللي معي على طول ويمكن تلحقها انت فعشان كل واحد ياخذ اللي يبغاه تاخذ انت العسكري حقك انا اخذ اخوياي اطلع من المكان وكل واحد يصلح موتر لا تشوفكم ولا تشوفوني تبون تمسكوني الله يقويكم بس انا ابي اطلع من المكان هذا وبأطلع بدون كلبشة فالآن عشان أختصر معاك يطلع يطلع خويي الآن قدامي ولا تطوله ترى أصبي على الزر والله العظيم أصبي على الزر والله تمام تمام رجع الأغراض له رجع الأغراض له من هنا في عسكري حلو أعيد وأكرر والله لو في عسكري لأذبحه في عساكر زبنين ممتاز 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 مرة طيب اسمه العلم الجديد ذبحني تكفر تذبحني وش اسم الرجال اللي قبل شوي هذا شو اسمه تكفر تذبحني شو اسمه عطني اسمه عطني اسم العسكري طيب لا تذبحني طيب بذبحك لو ما تجاوب معي شو اسمه هذا طول عمر بي 6 بي 6 اتوقع انه طلع مع اخويك بيجيب سياره بيجيب سياره يا اخي قل له شوف والله 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 لا اذبحك اذا استمر الموضوع انا وش ذنبي انا يا اخي ترى جندي انا والله العظيم جندي على عيني وراسي على عيني وراسي انت الان بوضع ما يسمع لك لا تكلم لا تكلم لا تكلم لا تكلم لا تكلم ما ابغى ما بطلق نار ما بطلق نار واخربها طيب وقف طيب ركز معي الان دق على خوينا طلع جوالك دق على خوينا شوف وضعه كيف هل هو محدد او لا خوينا الثالث جيبوه خليك قدامي انا ابغى اتقدم اذا في عسكري علمني غير بي 6 خليك عند الزنزانه لا مقفل احتياطا يمكن هم يسار يمين خليك قدام لا تلحن فيني اتك جنبي ليش الو بالراديو هو خليتي الان يرافق هلا هلا زياد تسمعني زياد تسمعني اسمعك كيف وضعك كيف وضعك سريع
دقيقة بجيب موتر واجي. الأمور طيبة عليك، أحد يلاحق شيء؟ أي العسكري وراي، قل له خلي عسكري يروح يا بي 6 بي 6 كله، خلي عسكري بعد اللي العسكري بعد يا بي 6 اطلب العسكري اللي مرافق لزياد يا ابو زيد، اذا في عندك وضع مريب ايه ما عليك ما عليك ما عليك ما عليك، انا بكون ماسك الراديو اي شيء بفكه، باخذ الحين الموتر واجيكم. طيب انت وينك الان جنب القسم؟ احنا انا عند التاكل الحين باخذ. طيب لازم نضمن، لازم نضمن ان احنا نروح لان العسكري معاي. انا خاف يلحقونا، انا خاف يلحقونا. ما راح يلحقونا، اقسم بالله اني استرجلت يا عيال، لو نفوز لو نطلع اقسم بالله ذلهم كلهم في الاسترجال هذا. ليش تبون الرهين؟ راح يعطيك مساحه يا ايوه. جيتكم جيتكم بالموتر يا شباب، اخيرا الحمد لله وعلى بركه. طيب زياد تسمعني، اطلع قدامي يا ابو ازرق، اطلع قدامي، نادي 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 العسكر. طيب افتح لنا الباب ونبغى طريق امن. افتح لنا خط، افتح افتح الباب، افتح لنا خط ولا اشوف عساكر. نزل سلاحك يا ابو قتاده، نزل سلاحك. طيب ابو قتاده تبغاني اذبحه قدامك؟ سلاحك لا نذبح، شوف سلاحي والله العظيم لا اذبحه، والله والله لا اذبحه، ترى عادي انا خاربه معي ماني فارقه. ابعد من قدامي، ابعد من قدامي، ما ابغى اشوف لحيتك، ما ابغى اشوف لحيتك يا اخي، ما ابغى اشوفها. ابتعد ابتعد عليك تبت حطب. كل العساكر اللي جنبك يروحون هناك، العساكر اللي يمين الشريف والعسكري الثاني وابو كاب، روحوا كلكم يسار يلا. اصلا الموجه هذه يسار يسار، روحوا يسار، كلامي واضح، لا تطولونها. طيب ركز معي، افتح الباب، خل خويه يطلع شيك. فك الباب، فك فك الباب، خله شيك انا، فك الباب بشيك انا، فك الباب، فك. طيب فك الباب، فك الباب، فك الباب، فك الباب يا ابو يا مطوع، فك الباب، فك الباب. لا لا الامور طيبه باليمين. طيب حلو، اتاكد يسار. ها شيك يسار، شيك يسار. انت برا الان يا ابو زيزو؟ اي برا الباب الخلفي. في عسكري معك؟ في ار خمس عساكر، سبع عساكر مواترهم؟ مواترهم ايه. فاهمين حسنا، فاهمين فاهمين بالخروج ايها السذجة. طيب فاهمين، افتح الباب، خليك قدامي، خليك قدامي، خليك قدامي، لا تجي وراي، لا تجي وراي، خليك قدامي يا ابن الحلال، خليك قدامي، انا ما راح اذبح ليمنت، خليك مجهز سلاحك يا خوي، قدامي، اطلع قدامي، اطلع قدامي، اطلع قدامي مع الباب، خليك قدامي. راقب وراي انت، انتبه، اطلع اطلع، امشي قدامي، امشي قدامي، امشي قدامي، امشي قدامي، جايينكم يا شباب، جايينكم، اطلع قدامي، اطلع قدامي يا مطوع، اطلع قدامي، اطلع قدامي، لا تقرب مني. خليك قدامي يا ساتر. طيب بالسلاح بنزل رهينة وبركب. ها بسم الله توكلنا على الله، رح 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 امشي 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 امشي، تكفى يلعن ام الغبنة يا عيال، يلعن ام الغبنة، تكفون جاهزين، تكفون يا رجال، تكفون كل العرق برجع، العرق برجع، وين طريقنا؟ زيادة اكبر عدد مليون بسات لكم دورية وراكم يا رجل كثير، روح روح ورا المدينة كلها. ايه داري داري، عشان كذا بنلف هنا عشان نجمع الشباب بسرعة يا جماعة، كم عندنا وقت هروب، كم عندنا وقت؟ ورانا اربع مواتر بالضبط وهليكوبتر فوقهم. يا عيال نبغى نطلع برا المدينة يا جماعة، يرحم امكم اسمعوا كلامي. شوف اذا طلعنا برا المدينة بتكون يعني نبغى مكان نحشرهم فيه. ابي اعرف كم عددنا، سريع كم عددنا، سريع كم عددنا؟ كل واحد يذكر كم معاه. الحديقة العامة انا ومعي واحد. حلو كذا اربعة، صدموني لا تحكون، لا تلحقون انتم كذا بيعرفون على طول. احنا ورانا اربع سيارات الان، جرت اثنين، جرت اثنين معي. يلعن ام الزحمه يا عيال، كم عددنا صرنا؟ مواقعكم وينها يا شباب؟ انا عند الحديقه، في واحد قال معه اربع اشخاص ما ادري وينه. يا بيرين اللي معه اربع اشخاص ما اقدر ادرع بالسياره، ما اقدر ادرع بالسياره، هذولهم 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 كل واحد دقيقه. طيب دقيقه انا بدق 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 بالجوال دقيقه. كم عندنا هروب آمن؟ كم عندنا هروب آمن؟ أبغى دقائق معك. حلو مرة، ممتاز 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 مرة. يا ساتر يا عيال، يا ساتر يا عيال، مشغول واحد يقول معي أربع أشخاص. منو اسمه؟ بيرين. طيب دخل دخل الموجة معنا، قلت للموجة بس الولد يعني عندي عندي رقبة، عندي رقبة، تكفى دق عليه. هنا
يا سويح ما تبينا نقوم الفايت؟ انا ابغى نجتمع الان، نبغى نجتمع كلنا جنب بعض. عشان كذا جمع الشباب عند هذيك الملكيه الان، بنطلع مع بعض عيال ونستلمهم احنا اكثر ان شاء الله. طلعنا مع بعض ترى بيقوت ستيم على طول عادي. ما بيدرون. يلا. تعالوا الحديقة العامة بنشوف المواتر، بنطلع مع بعض على جهة الهاي واي وبنحد مكان هناك، ننزل كلنا ونمسكهم حشر بسبون. ورانا أمة محمد ورانا. وينكم يا شباب؟ مواتركم إيش يا جماعة؟ ناصر أربع أشخاص. يا عيال وش أفضل مكان نحشرهم فيه؟ الكل وصل. بجيب دروع. يلا بسرعة. ما في وقت، سريع استعجل. بسرعة. يا تدرون لو دخلنا البيت اللي أقصده. قلهم يلحقوننا عشان نعلمهم. طيب. يدخلون يتجهزون. أول ما ندخل. العموم موجه الحديقة العامة، العموم بسرعة الآن يا جماعة. الحديقة. يا جماعة تسمعوني. دقيقة زياد. ركز معي. الآن الوضع لو انحشرنا مكان ضيق يمكن نموت فيه. فأنا أشوف لازم أسوي خطة باء. يا جسوم وبجامة تسمعني؟ أسمعك. أطرف شاحنة الآن أباك تأخذها وتنتظرنا عند النفق حق بيت وبنجيك كلنا، تمام؟ جاهز الشاحنة. خلاص انتظرنا، جايين الكلام. خليك جاهز. أول ما أقول لك قفل تمام؟ وراك دوريات وراك. دز. طيب عيد وكرر. اللي بيصير كالآتي. خليك عند الباب حق المخرج على جهة بوليتو فوق الهليكوبتر. ما نقدر نضيعها، بنضيع الدوريات. أول ما أقول لك اطلع قفل المدخل عليهم، خلهم يصدمونك، سوي نفسك مجنون. بعدها إزبن في موتر ثاني. تمام، في موتر ثاني مساند لنا اللي هو الكلايزر اتوقع. هذول يا اخويانا اركب معاهم بعدها. اوكي تمام. كم عددكم اللي بالكلايزر؟ كم عددكم الان؟ خليك جاهز. اول ما اقول لك اطلع تمام. دخلنا نفق. اطلع. يا رجال اركب معاهم الكلايزر. تكفى. اركب معي. سريع. مالك بركب معي. باقي الهلي. بس الهلي. الدوريات وينها؟ حددوا موقعها. الدوريات وين هي؟ ترى مقفل عليهم الحين. للحين مقفل عليهم. جسوم تكلم. معنا. عمري عيال. اقسم بالله. زياد لازم اروح الدوري يبدع. راح الهليكوبتر. تكفى. يا عمري. تكفى يا سياد. اسمع بالنسبه وين نروح؟ نبغى نبعد عن المنطقه هذه. مره سريع. مصر حجاج يا عمري يا عمري من ورا احنا رايحين جهه جريت اوشن، ولا تبون نجيكم مصنع دياي؟ يب انا مصنع دجاج. تعال بنجيكم ما بخلي. يلا احنا داخل مصنع دجاج. ها دخلنا في احد انتبه، يكون في احد انتبه، تاكدوا ما في دوريه تلحقكم يا جماعه. البسوا دروعكم. الهلي ضيعتوها ولا كانت وراكم؟ الهلي صدمت ضيعناه. انا دري رايح كل وزبن الموتر الطنق اللي صدموا الشاحن وكانوا اخر شيء تعطلوا. ايوه هذا انتو. وين ابو بجامه؟ يا عيال السياره اللي كنت مراقبه ولا حق الحقها متكدي. ما حد وراكم؟ لا ما حد عليكم. احد وراكم؟ الكل موجود. يا سلام، اقسم بجلال الله انكم رجال، وكل واحد يقول الزياده عندي. لكن الان امام الجميع، اذا ما انصفتوني وشكرتوني على الارتجاليه اللي سويتها قبل شيء في الزنزانه وطلعتكم الهول فيكم كلكم، والله العظيم انك نعم. نعم. ايوه دقيقة. ايش اطروا اللي فيها مصاري؟ انت كل واحد قاعد يطبل لي. لحظة امر. هلا ابوي، تفضل. هلا ابوي، بسم الله. انت تحرر الانتقال من شرطة اس ال بي دي. ارفعي جيش السواحات مسعى خلف القمة، واكثر نلقى المحبط حاول يكسر، بس الصدمة اكثر نكبر. شونج اكس بونج معلم في ضحكتكم، يوز اس اكس بي افضل كود في ساحتكم. فوق المليون نمضي شاد الظهري في جمهوري، اقوى جمهور باليوتيوب بالعالم تشهد على حضوري. هذه بس بداية، دامي سيد في الرواية، راح اكمل بطريقي ما اشوف صفحة نهاية.